ربما نجوا من نيران الحرب، لكنهم لم ينجوا من جحيم التهجير والتهميش وسلب ممتلكاتهم. وقفة احتجاجية في ناحية ربيعة نظمها المهجرون في نينوى بعد مرور سنوات طويلة على استعادة السيطرة على المحافظة عسكريا، ليصطدم هؤلاء المهجرون بسيطرة قوات الأسايش على منازلهم وقراهم، إلى جانب بيع وزارة الزراعة أراضيهم لجهات أخرى في واقع مختلف يفرض عليهم بقوة السلطة وسلاحها. جينا وقفنا بهذا الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بعودة القرى، القرى العربية التي هي تحت سيطرة الإقليم حاليا، ولكن مع الأسف هذه ليس بأول مرة نطالب بعودة أهالي القرى الموجودة، مع العلم من كان وجود القوات الإقليم بالمناطق هذه لحد سنة 2017 هم كانوا موجودين بأراضيهم وبقراهم، ولكن بعد ما حصل بعد 2017 نزحوهم من القرى ولم يقبلوا بعودتهم. وعقب الاستيلاء على قراهم يواجه من يحاول العودة إلى هناك استهدافا وتمييزا، وفق ما يقول المهجرون، إلى مناطق تخلو من مقاومات الحياة الأساسية. استولوا، قاموا يحطمون العرب كله داعش، تقول العرب كله داعش، هم ما صيدهم، هذا ما صيدهم، احتلال، سلب الأراضي، ممنوع الأفراد، إهانة للمواطن، يكرهون هذا العقال. أنا أوجه للعرب الجنوب، أوجه لكل عربي، هذا العقال ينهان جعد يومي بسبب نفسنا، العقال جعد ينهان، الواحد يرطل من هان يرطل، قومي كردي يفوت ولا يتحاسب، العربي يفتونه بالقاع، العربي ينزلونه، إهانة صوب سلبي، الحرمة إهانة تمرت أيام أخي العزيز، الحرمة تجي العرض واحد إهانة تتلت على مطلع كتاب 8 ساعات وولد النساء وصلت الكرامة للنساء. قرانا ما يرجعون علينا، يعني احنا هسا البيت ما عنده يأجر، ناس ما عنده شيء، ماكو، يعني احنا نريد نطالب قرانا، نرجع القرانا، كهرب مستمر بالانقطاع، صحة ماكو، أي مريض يصير عندنا إلا نتعنى للمواصل، شوارع ماكو. ورغم الانتظار الطويل يبقى أمل هؤلاء بالرجوع إلى مناطقهم قائما كبقية المهجرين من محافظات يسيها الطرف عن معاناتهم أحيانا ويتاجرون بها أحيانا كثيرة.